فتح باب الحجز لبيع وحدات سكنية في الحي السكني الخامس R5 بالعاصمة الإدارية وزير الإسكان عاصم الجزار قال إن حي جاردن سيتي الجديدة مساحته 885 فدان وفي 385 عمارة سكنية فيها 21494 شقة و513 محل و456 فيلا والحي فيه كل الخدمات اللي ممكن تتخيلها من مدارس ومستشفيات ومحلات وأماكن رياضية وأماكن عبادة وغيرها وزير الإسكان قال كمان أن تصميم الحي مستوحى من الطراز الفرنسي القديم زي حي جاردن سيتي في وسط البلد رئيس الوزراء راح شاف نموذجين لشواء في العمرات ونموذج لفيلا وعجبته جودة الأعمال والمساحات الخضراء رئيس جهاز تنميه مدينه العاصمه الاداريه الجديده شريف الشربيني قال ان اعمال الحفر والخرسانات في الحي خلصت بنسبه 100% وان اعمال التشطيبات خلصت بنسبه 66% شركه سيتي ايدج فتحت باب الحجز لبيع بعض الشقق في الحي والناس اتهفتت عليها خاصه شقق العمارات أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر يعني لو قدامك فرصة أنك تاخد شقة في العاصمة الإدارية الجديدة ياريت تلحق خصوصا في الحي السكني الخامس اللي هو الار 5 اللي سيادة دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يعني زاره امبارح اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر